أنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد، فلاح المشعل محلل سياسي. أهلا بك أستاذ فلاح. يعني يبدو أن سقف المطالب للمتظاهرين ترتفع يوما بعد يوم، يعني اليوم نسمع عن مطالب لتنسيقيات بجعل المطالب غدا يعني تصل إلى حد إقالة المحافظين وإلغاء مجالس المحافظات. ما مدى خطورة ذلك خاصة مع وجود الشرخ الكبير بين الوفود المحلية التي تقابل الحكومة وبين المتظاهرين؟ تفضل. نعم، شكرا لكم لمشاهديكم الكرام. أقول هذه المطالب بالتأكيد ترتفع لأن لا توجد استجابات سريعة وعملية من قبل الوعود التي تقدم من الحكومة المركزية. نعم. أيضا الحكومات المحلية لا تمتلك يد فاعلة في أن تقدم شيء للمتظاهرين والمحتجين. لهذا العديد من المدن تحولت نحو الاعتصام. فهذا الأمر حقيقة هو أمر طبيعي وشرعي لأن الوعود كثيرة وخلال سنوات متعددة. لكن هناك قرارات يعني امر بها رئيس الوزراء كان يفترض ان تنفذ، يعني تتعاون الوزارات والمجلس الوزاري للازمه لحل الازمه، ينبغي ان يتحرك سريعا لتنفيذ المطالب السريعه، يعني مثلا التعيين بعقود سريعه، معالجه موضوع الكهرباء، معالجه موضوع الماء، الوضع الصحي، استبدال الادارات الداخليه. هذه الامور حقيقه تحتاج الى يعني حركه سريعه بالاسعاف، يعني كثير من الناس تعاني معاناه كبيره حقيقه، يعني سواء في البصره، في المثنى، في الناصريه، في العماره، في بابل، في كركوك، في النجف، يعني نسب بطاله عاليه، ماكو يعني الناس تبحث عن خبزه وبكرامه وتحتاج الى خدمات. يعني الى الان تقريبا المظاهرات بالاسبوع يعني انجزت اسبوعها الثالث وما زالت الامور على ما هي عليه، يعني لا توجد تحسينات عاليه، يعني اهل البصره يتحدثون عن مولدات جاءت اليهم ويتحدثون يعني بعدم فاعليتها، لم تغير شيء من الموضوع، يعني موضوع شح الكهرباء في في مدينه البصره. سيد، وهكذا الحال يعني في بقيه المدن التي تحولت فيها المظاهرات الى اعتصامات ومطالب اعلى في اسقاط مجالس المحافظات، تبديل محافظين، بل حل مجالس المحافظات. نعم سيد فلاح. طيب يعني بخصوص الحديث عن لماذا لم توفر الحكومه او لماذا لم تنفذ الحكومه القرارات التي قام باقرارها السيد حيدر العبادي، مثلا اذا اخذنا مساله التوظيف، لا يوجد اصلا بالميزانيه يعني مجال او حساب لتوظيف المزيد من الموظفين، يعني يبدو ان الحكومه اصلا امام مازق وهي حكومه تصريف اعمال، يعني ما الخيارات المتاحه حاليا؟ هل تعتقد ان الخيار يجب ان يتجه الى اسراع في تشكيل حكومه، ام ان البعض يتحدث عن فرض حاله من الطوارئ مثلا؟ يعني ما رايك؟ يعني هي حاله الطوارئ ماذا ستقدم للمحتجين؟ يعني حالة الطوارئ ستواجه الأمور بالقوة وبالعنف، وهذا الأمر حقيقة لا يريده السيد العبادي ولا أي من الأطراف السياسية، لأنه ستتطور الأزمة إلى ما هو أخطر وأسوأ. يعني تبقى الحال يعني بانتظار الحكومة الجديدة. أنت هذه المظاهرات حقيقة مطالب الجميع يقر بها والكل يعترف بأحقيتها وبشرعيتها وبدستوريتها أيضا، لكن ما الحل اليوم؟ كل الأطراف حائرة غير قادرة على أن تقدم حلول. وهذه الأزمة هي كامنة نفسها في الأطراف السياسية، يعني واليوم الحديث عن حكومة محاصصة بمعنى آخر تكريس إضافي إلى هذا الضياع والفوضى والحرمان وغياب الخدمات وغيرها من المظالم التي تعرض لها أهل المدن المحتجة أو غير يعني الأهالي عموم العراق. نحن نتحدث عن عموم العراق. أكيد. سيد فلاح مرحبا بك مرة أخرى. يعني بالحديث عن الكتل السياسية ويعني المأزق السياسي يعني هو الأساس في هذه المعضلة التي يعني يعيشها العراق، برأيك يعني من المرجح بأن يعني ينجز مهمة تحالف الكتلة الأكبر في البرلمان المقبل؟ يعني من هو الأقرب والأكثر حظوظا؟ سائرون النصر، سائرون والحكمة، النصر والحكمة، من هو الأقرب؟
والله احنا حقيقه في رصد يعني مستمر ودائم واتصالات مع يعني جميع هذه الكتل المشاركه. يعني المشار لها بحديثك، وهي ايضا يعني تعطي شيء للاعلام وتتحدث عن تشكيل الكتله الاكبر. ولكن الكثير يعني من الكلام يعني في الاعلام يظهر شيء وفي الداخل يظهر شيء اخر. عموما اليوم الـ 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 العمليه السياسيه بين خطين، الخط الذي يريده سيد الصدر وكتله سائرون ومن يأتلف معها. وهناك اطراف حقيقه يعني تلعب بخطين يعني مزدوجين مع سائرون باتجاه ومع من هي هذه الأطراف؟ يعني مع الاقوى، مع صاحب المستقبل بالحكومه. فهذه شروط من هي هذه الاطراف التي تلعب على خطين؟ صدر يعني سقف عالي جدا باختيار وتحول نوعي، يعني قفزه نوعيه وكبيره. تمام، انا اتفق معه ان هذه الشروط هي كفيله بحل الازمه العراقيه ووضع العمليه السياسيه على السكه الصحيحه ومحاوله التخلص من الفاسدين ومحاكمتهم والاتيان بشخصيات نزيهه ووطنيه غير متحزبه، لان يعني ينفذوا الاداره الرشيده للبلد وبلد بثروات ويمكن السيطره على جميع ازماته وفي وقت قياسي. جميل. وبعدين العقل العراقي عقل منتج، يعني بغير ما يسوق عنه انه شعب غير منتج، وهم جعلوه بهذه الطريقه، هم وضعوه بهذا الموضع، عطلوا الصناعه، عطلوا الزراعه، عطلوا كل شيء في الحياه. طيب يعني السيد مقتدى يعني صدر موضوع الكتله الاكبر اليوم هناك خط فتح القانون ومن ينضوي معها، هي تعلن على انها ستشكل كتله الاكبر، لكن الى الان لا توجد محاوله جديه واعلان صريح باسماء الاحزاب والكتل التي تتالف في هذه الكتله الاكبر. ما زال الشغل غامض وفي مناخات مضببه، وما زال السعي حثيث، لكن يبدو ان المبدا الذي سيسود لاحقا انه قضيه المحاصصه ستكون ثابته. طيب سيد فلاح، يعني هذه الشروط التي وضعها سيد مقتدى الصدر، يعني ربما هناك من يراها بعيده المنال او حتى يعني ضرب من الخيال، هي ليست سهله. لماذا؟ لان المناخ كما ذكرت انت الان هناك يعني كتل تلعب على خطين او على الحبلين، تذهب مع الكتله الاكبر، مع الاقوى، مع صاحب المستقبل الاكبر. يعني اذا التحالفات او التفاهمات هذه يعني ككلام الليل مكسوب يعني زبده، عندما تطلع عليه شمس النهار يتبخر ويذهب. لحد هذه اللحظه لم يكن هناك اي تحالف ولم يلتزم اي طرف من الاطراف باي شيء يعني تحالف فيه. كيف يعني سيكون شكل الحكومه القادمه فضلا عن المحاصصه المقيته؟ يعني حقيقة هو الأمر فعلا محير يعني وصعب. يعني إذا رجعنا إلى العملية السياسية وكيف تركبت وكيف مضت خلال 15 سنة، محاصصة شيعية سنية كردية وتمثيل الأقليات، تمثيل هامشي طبعا غير مؤثر. بالنتيجة تبقى هذه الحصص كل من يعني هذه الأحزاب والتمثيلات الأثنية والطائفية والقومية كل من يأخذ حصته. اليوم ما نسمع به يعني المرشح عن الاتحاد الوطني الكردستاني نفسه هو نفس يعني نفس الديزاين اللي اجى من عند سيد فؤاد معصوم وقبل سيد جلال طلباني الله يرحمه. نفس الحاله عند الكتله الشيعيه، هم الطموح الى رئاسه الوزراء. اليوم اذا نجي نغير يعني لا يمكن انه نحدث هذا التغيير النوعي والكبير، يعني لا يمكن. انت يعني ما هي ادواتك في هذه التغيير؟ احزاب تؤلف البرلمان. يعني ماذا نحتاج؟ طروحات نوعيه فعلا وكفيله بحل الفساد، لكن من اين تاتي؟ من اين تاتي؟ من خارج الاحزاب، ستسقطه الاحزاب بالبرلمان. يعني هو الحكمه تقول الامر المطاع على القدر المستطاع. يعني سيد الصدر لا يمتلك 150 مقعد مثلا. نعم. يستطيع أن ينفذ أو يحقق ما يريد مثلا، لكن هو صح يشكل القائمة الأكبر، لكن 54 مقعد كم سيأتلف معاه ويوافق على هذه الشروط؟ سؤال أخير. أنا أعتقد الكثير بل العديد
من هذه الكتل تبحث عن حصتها في الحكومة المقبلة. طيب يعني نحن الآن كما قلت يعني سيعاد نفس الوجوه ستعاد بطريقة أو بأخرى، فبالتالي الحكومة ستكون يعني حكومة محاصصة طائفية، بالتالي هذا كله لن يهدئ الشارع العراقي المنتفض بهذه الطريقة. برأيك ما هي الحلول لكي يعني نصل إلى حل مقنع لهذه الجماهير التي تطالب بحقوقها الدستورية باختصار لو سمحت؟ باختصار أقول إن مضت الأمور باتجاه المحاصصة فسوف يكون مكان سائرون والقليل المؤتلف معها سيلتجئ إلى المعارضة سيبدأ مشروع الشلع قلع يتجدد في الشارع العراقي. سوف تتضخم هذه المظاهرات وستكون يعني نتائج والمستقبل يعني مضطرب وقلق جدا، يعني لأنه لا حكومة المحاصصة قادرة على أن تقدم شيء للشعب. نعم نعم. ولا المعارضة اللي ستقودها مثلا بافتراض، الكلام كله افتراض، يعني كتلة سائرون سوف ترضى بمنطق المحاصصة وبهذا الانهيار العام للخدمات وغير ذلك. نعم. إذن شكرا لك المحلل السياسي الأستاذ فلاح المشعل، كنت معنا بصوت وصورة من العاصمة بغداد.